كثيرة بتخطر على بال مريض السكري وعائلته، وبيصيبهم خوف وقلق من عدم قدرته على الصيام، ونصام كيف يمكن للصيام إنه ما يأثر سلباً على جسمه. تابعوني اليوم حلقتنا من صحتك وصيامك مع الدكتور عبد الله لنحكي عن هالموضوع أكثر. يعطيك العافية دكتور عبد الله. دكتور، مثل ما حكينا قبل شوي إنه رح يكون موضوعنا لليوم هو عن تأثير الصيام على مرضى السكري. شو هو مرض السكري وشو هي أنواعه؟ مرض السكري هو مرض شائع جدا هالايام، وهو عبارة عن اضطراب في استقلاب او حرق السكر بسبب اما وعدم وجود الانسولين في الجسم، او بسبب مقاومة او مناعة على مفعول الانسولين. والسكري هو نوعين، يعني بشكل عام نوعين، هو السكر المعتمد على الانسولين، كان سابقا اسمه السكر الشبابي والعلاج دائم بالانسولين، وفي كان هلا حاليا السكر غير المعتمد على الانسولين، او السكري كان اسمه بزمان السكري الكهلي، وهذا يعالج بالحبوب، وطبعا يصيب الكبيرين بالعمر، هذاك بيصيب الاطفال او دون سن 20 على الاكثر، وبالتالي فالاول بيكون اخطر من الثاني. هؤلاء النوعين الاساسيين، في انواع كثيره لا يمكن الخوض فيها حاليا. دكتور، شو هي الحالات اللي يمنع فيها مريض السكري من صيام شهر رمضان؟ طبعا السكر اللي قلنا عنه هو الشبابي او السكر المعتمد على الانسولين، هذا 100% ممنوع يصوم المريض على الاطلاق، لانه هون في عندي انسان عم ياخذ انسولين، هالانسولين بده يرزق يخفض السكر بشكل شديد، لازم المريض ياخذ بعد الانسولين ياكل اجباري، لازم ياكل، وبالتالي هذا الصيام والجفاف بيقضي عليه نهائيا، فلذلك هذا المريض قولا واحدا ممنوع يصوم. بالنسبه للكبار السن اللي بيعانوا من مرض السكر، بالنسبة للمسنين فوق 70 الصيام بالنسبة لهم إذا سكريين ممنوع كمان منعاً باتاً. والنوع الثاني من السكر اللي هو سكر الكهلة اللي سميناه غير معتمد على الإنسولين، ما يعني ما كل ممنوع صيامهم إلا الحالات الخفيفة اللي سكره مو شديد وهو شاب ولا يمكن يتعرض لجهد شديد وتجفاف شديد، واللي مضبوط بدون خافضات سكر فموية، مضبوط على المنظم اللي هو من قله الميتفورمين، إذا كان مضبوط على المنظم وما في خافضات سكر فموية والمريض شاب وما بتعرض للحرارة ممكن يتحمل هالفترة هاي لا مانع من صيامه. دكتور، هلأ مريض السكري بياخد أدوية لخفض مستوى سكر الدم، سكر بالدم، إمتى هي المواعيد لأخذ هاي الأدوية؟ شهر طبعاً نحن أدوية الخافضة كنا نعطيها صباحاً قبل الفطور، بس حاليا اذا بدي يصوم المريض بضطر يصوم، يعني لاسباب مهما كانت خافضات السكر صارت تعطى قبل العشاء او قبل الفطور المسائي، يعني وبالتالي لانه بدها تخفض السكر، اذا اعطيناها اياها على السحور ففتره الظهيره بعد مره قبل ما نفطر، قبل وجبه الافطار بتاخذ حبه، بيصير قبل وبيصير بعد، بس المهم تكون مسائيه ما تكون على السحور، لانه على السحور بدي يجي مفعوله الساعه في منتصف النهار حتما المريض راح ينزل في هبوط سكر، وممكن يكون هبوط سكر قاسي يعني قاتل في حالات شديده. دكتور، شو هو السبب انه مريض السكري بيشعر بالجوع اكثر من غيره وبيشعر بالعطش كمان اكثر من انسان طبيعي؟ اولا الجوع حكمه بده يشعر اكثر من غيره، لانه عند اللي عم ياخذ علاج السكر او عم يمتنع عن السكر عمال بيخف مفعول السكر في الدم، بيخف تركيز السكر في الدم، وانخفاض السكر في الدم يؤدي لتنبيه منعكس الجوع. ثانيا التجفاف هو اخطر شيء على مرض السكر في الكون، اخطر من اي شيء اخر، اخطر من ارتفاع السكر، واخطر من التهابات تصير عن السكر، واخطر من كل شيء هو التجفاف. والتجفاف هو اول المحرضات الى غياب الوعي ودخول المريض في السبات السكري، ولذلك نخشى من التجفاف على مرض السكر اكثر ما نخشى من ارتفاع او هبوط السكر. دكتور، هلا في بعض النساء بتعاني من مرض سكر الحمل، شو بتصوم برمضان ولا لا؟ شو الحكمه؟ هذه عندها مبررين للافطار او ثلاث، مبرر الاول انها سكريه، والمبرر الثاني انها حامل، والحمل لحاله بدون هذا مضاد يعني يعفيها من الصيام، والمبرر الثالث انه عندها جنين في بطنها، هذا ما هي مسؤوله عنه، اذا بدها تاذي نفسها هي حره بس تاذي الولد لا، ما في أي مبرر إلى الحامل السكرية أن تصوم على الإطلاق، ويجب أن تفطر، مين ما أفتاه الموضوع يجب أن تفطر ولا تضحي بجنينها وصحتها، والإفطار بالنسبة إلى مباح وممنوع الصيام. دكتور، إمتى مريض السكر فيه يعمل تحاليل ليعرف نسبة السكر بدمه؟ أول يوم في رمضان مفروض يعمل تحليل سكر بعد السحور بساعتين،
ليشوف الغذاء اللي عم ياخذه بالسحور والسكريات عم ياخذها عم ترفع له سكره كميات كبيره ولا لا، ولا ما زال ضمن الحدود التوازن. وفي تحليل تاني لازم يعمله قبل الفطور بشي ساعتين او ثلاث ليشوف هل نزل سكره بهذا الامتناع المديد 10-15 ساعة عن الطعام. وإذا كانت الأمور متوازنة والأرقام اللي طلعت بالتحاليل مبررة ما في مانع يعصهم، وما في ضرورة يعمل يوميا، ممكن كل أسبوع يكررها ويعدل العلاج بناء على جرعة الأدوية اللي عمال بياخدها. دكتور، هلأ برمضان في مشروبات رمضانية مثل العرق سوس، شو تأثيرها على مريض السكري؟ العرق سوس على مريض السكري تأثيره فقط إذا في عنا صار أذية كلوية أو أذية قلبية من السكر، يعني على السكر شخصيا ما له ضرر. بس عند مرض السكر نحن عنا أي مريض سكر له 10 سنوات معه السكر بده يكون صار عنده ولو بدون ما يحس هو أو عنده بيكون صار إما أذية كلوية أو أذية قلبية. إذا في أذية كلوية أو أذية قلبية مرض العرق سوس عفوا هو مؤذي جدا جدا للكلية وللعضلة القلبية وللضغط، وبالتالي يمنع عنهم. أما إذا سكري حديث ما في مشكلة، يعني إذا كان مريض أخذ عرق سوس. دكتور عبد الله، بتنصح مريض السكر إنه يتناول المكملات الغذائية؟ طبعا طبعا، لأنه مريض السكر عنده اضطراب استقلابي كبير بجسمه يعني، والمكملات الغذائية اللي يمكن حكينا عليها قبل هالمرة هي العناصر النادرة وهي الفيتامينات والمعادن، هاي كلها تلعب دور بالاستقلاب، ممكن تنظم استقلاب الجليكوجين والسكريات في الجسم، ممكن تفيده حتى صار عندنا مجموعة فيتامينات اسمها الفيتامينات السكر، يعني خاصة بمريض السكر عندنا جروب من الفيتامينات للسكري وجروب للحوامض، ففي مجموعة فيتامينات خاصة بمريض السكر لازم ياخذها. وياخذها لسبب آخر كمان، مريض السكر أحيانا بصير عنده اعتلال أعصاب سكري، هذا علاجه فيتامينه كمان يعني، ولذلك ينصح بأخذ الفيتامينات الخاصة بمرضى السكر وبتفيده وبتفيد الأعصاب المتأذية من السكر. دكتور، هلأ في مرضى سكر بيحلوا مشروباتهم بالمحليات السكرية مثل السكري، سكر الذرة، بتنصح بهذا الشيء؟ بنصح فيه وما في له أي ضرر، يعني هلأ المحليات الصناعية هي السكرين أجريت عدة دراسات عليها وكان انه ما له اي ضرر وممكن استعمالها مش قد ما حلها ما في مانع، يعني حتى في ما ناس بيقولوا انه 10 حبات يوميا ممكن يستعمل المريض بكل امان، ولم يثبت حتى الان اي ضرر لهذه المحليات. في ناس بتحليها بملعقه عسل، العسل هو فيه سكريات، ما العسل معلقه واحده ما راح تاثر يعني. بس دكتور، المعروف والخبز الابيض ينصح بتناوله لمرضى السكر ولا لا؟ الخبز الابيض لا يفضل، أسمر طبعا أكيد أفضل. الخبز الأبيض هو نشويات، وكمية نشويات بدون حركة مضارة بمريض السكر، بس الخبز الأسمر أفضل لأنه فيه ألياف، الألياف تعد عناصر رابطة لبعض الشحوم والكوليسترول، وهي ألياف كمان بتفيد في تنظيم حركات الكولون. أيوة، وبالتالي الخبز الأبيض لا يفضل عن الأسمر، والأسمر أفضل. والمعروك اللي بيكتر وجوده بشهر رمضان؟ أنا ما بعرف إذا كانوا من الأبيض ولا الأسمر، هذا إذا معمول من الطحين الكامل، إذا ما كان طحين أبيض ما يفضل، يفضل الأسمر. إذا معمول من الطحين الكامل أفضل يكون لمصلحة المريض. شو هي الأغذية اللي بتنصح مرضى السكر بتناولها بشهر رمضان على الفطور وعلى السحور؟ بنصحهم بكثير من البروتينات، مو كثير يعني، مثل إنه البروتينات الهبرة، الدجاج. بالنسبة للشيء المتوفر بسوريا، نحن سوريا جوا والله ما في غير ببلدنا ما بيسمح، ما في غير النباتات، ما في غير النباتات. شو العوض عنه؟ تعويض بالنباتات اللي فيها بروتين مثل البازلاء مثل الفاصوليا، لنعوض البروتين، البروتين بحاجة مريض السكر كثير، بحاجته مريض السكر كثير، وبروتين حيواني ممكن ما يلتقى اللحوم والدجاج والطيور، فبنصحهم بالجمع بين عدة بروتينات نباتية مثل البازيلا أو الفاصولي أو بعض الحمص والبقوليات، ممكن هاي تكون مجموعة بروتينات مفيدة والله يكون بيعاونونه. بس قبل شيء بدي انصحهم انه ما يضغطوا على نفسهم كثير بالصيام، لأنه الجو بسوريا اليوم حار وجاف كثير، وبدينا بقول لهم شغلي انه زمان طلعت دراسة قامت دول إسلامية بقيادة السعودية بإجراء دراسة على مرضى السكر عامة على كل بلاد الإسلامية، وشاركت فيها إندونيسيا وباكستان وإيران ودول الخليج كلها بالإضافة للسعودية، وكانوا العلماء والأطباء أو علماء دين وأطباء مسلمين، ومشان ما نعتمد على مراجع الغرب راحوا عملوا دراسة هني في حالهم. ظلت دراسة سنتين من 2005 إلى 2007، والنتيجة نشرتها مجلة السعودية العربية، وكان إنه مرضى السكر
يفطروا بإجماع الأطباء المسلمين والعلماء المسلمين، وبنصحهم كتروا سوائل ويبتعدوا عن الجو الجاف وعن الحرارة، ووقت اللي بتضايقوا يفطروا، وهذا أفضل لأنه التهلكة ما يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة. يعطيك ألف عافية دكتور، شكرا كثير لك. وبختام حلقتنا لليوم مشاهدينا بنتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي. تابعوني بكرة بنفس الموعد بحلقة جديدة من صحتك وصيامك.